استاذه منى، اهلا بيكي. استاذه منى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. ممكن اتكلم دكتور علي جمعه؟ طبعا، اتفضلي يا فندم. بص يا فندم، انا هكون صريحه مع حضرتك. انا في واحد، يعني انا كنت بزور ناس ومديت ايدي، سرقت منها حاجات، يعني فلوس وذهب. وبعديها بفتره انا عرفت، فانا قلت لها انا عملت كذا. فراحت بعديها قالت لي خلاص انت سامحاكي دنيا واخره. هل يا ترى ان الحاجات دي دخلت على بي، انا جبت بالحاجات دي اكل وشرب لاولادي، هل دلوقتي الحاجات دي دخلت على اولادي بحلال؟ اذا كانت قالت لك اللي انت بتقوليه انها قد سامحتك دنيا واخرى وتنازلت عن هذا المسروق، اذا كانت فعلا قالت كده خلاص يبقى لا شيء عليك وما تعمليش كده تاني، وعليك التوبة عما اقترفتيه من التجرؤ على هذا الحرام وهو السرقة. وهي جزاها الله خيرا لما عرفت واعترفت انت وكذا الى اخره، خلاص كده ولادك ما دخلش عليهم الحرام، ولكن انت ارتكبتي حاجة غلط تستوجب يا رب اغفر لي، يا رب ما توقعنيش في دي تاني، يا رب انا ندمانة على ما فعلت ومش هعمل كده تاني. ادي القضية، يعني انا عايز اقول لك انها جريمة شرعية وقطعية وقانونية، كل حاجة هي جريمة بكل الاخلاقية، ولكن ما دامت هي سمحتك فلا بأس. وكان الصحابة الكرام علشان ما يوقعوش الناس في هذا يفعلوا مثل هذه الست الطيبة، فكان واحد مرة خطف طاقية من على راس واحد، فجري وراه قال له وهبتها لك قل قبلت. يا سلام، وهبتها لك قل قبلت. مش عايز ياخدها منه، ده هو بيقول له يعني أدام هتاخدها. عمل ليه كده يا مولانا؟ نعم، عمل ليه كده؟ علشان يجي يوم القيامة. أصل إحنا كل حياتنا الدنيا متصلة بيوم القيامة. أنت فاكر الست اللي سامحت دي ربنا هيسامحها؟ الله، ويعفو عنها ويغفر لها ويعمل لها حاجات كتير قوي بالجنيهين الذهب اللي البنت خدتهم دول وسامحتها. فربنا يطلع أكرم منها ويسامحها. كل ما يحدث في هذه الدنيا له أثر مع الآخرة. فالراجل لما خطف من على راسه الطاقية ولا العمامة وجري وراه قال له سامحتك فيها، خدها هي لك هبة لك قل قبلت، علشان قال الهبة تتم فقال قبلت. فاحنا بنقول لها دلوقتي قولي قبلت وخلاص وانتهى الأمر. قوم واحد يسمع ويقول الله، يعني كل واحد يسرق بقى ما هو مش كل واحد هيسامح. ونمرة اتنين، لا هي ارتكبت غلط ولازم ليه من الاستغفار، فبلاش الطريقة بتاعت ايه التجزئة دي بالشكل ده، تجزئة الحكاية. نعم، او تعميم الحالة. نعم.